المهمة في مواساته. من حي الأمين شرقي بغداد، جاء هذا الشاب على عربة التوك توك باحثا عن وطن. مضى على تواجده هنا 10 أيام، ينقل المتظاهرين من وإلى ساحة التحرير. في الوقت ذاته فإن زوجة علي على أبواب ولادة، لكنه لا يملك من المال ما يكفي لتغطية العملية، ورغم ذلك أصر على الاعتصام هنا. والله صار لي 10 أيام هنا، فلوس ما عدي، أعطي زوجتي بالمستشفى تجيب. حاليا هسه موجودة بالمستشفى مال الحبيبية، ايه، وانا لبيت نداء الوطن وجيت هنا. والله ما ارجع ولو مو زوجتي تجيب، الا ذولا نطلعهم الاحزاب ان شاء الله بحيل الله وعلي. ما ارجع والله العظيم للبيت لو مو ابوي. صحيح ابوي طردني حقه ما يخالف، بس فلوس ما عد امكانية هسه اروح اطل زوجتي للمستشفى. يشكو علي حاله ودموعه على مشارف عينيه. من المفترض ان يفرح بولادة زوجته الراقدة في المستشفى، لكنه عز عليه ذلك، فالحالة المادية أبعدته عن الأهل، وبقي منتظرا من يقدم له العون لولادة طفله الثالث. وهسه رحت للبيت عاركت ورجعت ويا الحجي، قال لي ليش رحت ساحة التحرير؟ خلي التحرير يفيدك، هو يعطيك فلوس زوجتك. والله العظيم من الصباح إلى المساء يعمل علي متناسيا ما يزعجه وبدون مقابل. هدفه كهدف من تواجد معه من المحتجين الخلاص من سلطة الأحزاب الحاكمة والعيش بكرامة. أرشد الحاكم الرشيد الفضائي.